أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن قطاع الإعلام والاتصال في منطقتنا العربية بات يواجه مشكلة حقيقية تتمثل في الكم الهائل من الوسائل والقنوات من جهة، وغياب الصناعة الإعلامية المؤثرة من جهة أخرى، وهو ما يجعل الهم مشتركا على مستوى المنطقة العربية في ضرورة البحث عن صناعة التأثير في هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وزير شؤون الإعلام في الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى الإعلام العربي الذي استضافته إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تحت عنوان الإعلام العربي الواقع والمستقبل، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله. أكد سعادة وزير شؤون الإعلام أن كل مسؤول يجب أن يكون لاعبا أساسيا في قطاع الإعلام لما قد ينتج من تأثير سلبي يرافق غياب المؤثرين عن الساحة الإعلامية، ومشددا سعادته على أن سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم هو أحد صناع التأثير على مستوى المنطقة والعالم ونموذج يحتذى في التطوير والتحديث والتعامل المباشر مع الإعلام، مثمنا مبادرات سموه الرائدة في مختلف المجالات وبحرصه على تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك ودعمه بالسبل المتاحة كافة لكل ما فيه خير وازدهار المنطقة. أشار سعادة وزير شؤون الإعلام إلى أن ما يصرف عن صناعة الإعلام اليوم على مستوى العالم لا يقل على ما يصرف على الصناعات العسكرية، ما يجعل من هذا القطاع خطا أول للدفاع عن مقدرات الدول والحفاظ على أمنها واستقرارها وتعزيز هويتها الوطنية وانتمائها الثقافي. شدد سعادته على أن الكثير من وسائل الإعلام حاولت وما زالت تحاول التدخل في شؤوننا الداخلية وتقويض أمننا وتقسيم مجتمعاتنا لتحقيق أهدافها، ولكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل بفضل الله ثم بفضل تمسكنا بالمبادئ والقيم الأصيلة التي تجمعنا كشعوب عربية وتميزنا عن الآخرين وتحفظ وحدتنا الوطنية. خلال مشاركته في منتدى الإعلام العربي، أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام على أن خطورة الحجم الكبير لوسائل الإعلام العربية تكمن في عدم التأثير. أنا جدا سعيد أني أتواجد في هذا المنتدى، سعيد بتواجد سمو الشيخ محمد بن راشد وحرصه الدائم للتواصل مع الإعلام. الرقم، أنا دائما أقول أن لغة الأرقام أكثر فصاحة، وأنا في كثير من لقاءاتي ذكرت هذا الرقم، ولكن في المقابل وجدت بأن في الولايات المتحدة الأمريكية هناك 2600 قناة تلفزيونية، فالرقم من حيث الحجم تقريبا متساوي. السؤال الأهم، هل هذا الإعلام يصنع التأثير؟ للأسف الشديد لا. احنا لا نتحدث فقط عن صناعة إعلام، نحن نبحث عن صناعة تأثير. ما زال المتعامل مع الإعلام وخاصة من المسؤولين العرب، وأنا أقولها للأسف الشديد، يعون أهمية الإعلام ولكن لا يبحثون عن وسائل التأثير. الإعلام صناعة ثقيلة، ما يصرف على الإعلام اليوم في جميع دول العالم أصبح يساوي ما يصرف على القوات العسكرية. في عام 2015 هناك إحصائية تقول بأن ما تم صرفه على الإعلام في العالم بأجمعه تعدى ما تم صرفه على الصناعة العسكرية. فأنا أعتقد الحجم الكبير لهذه القنوات خطورته في عدم تأثيره. قبل سنوات عندما قلنا بأن إحدى المؤسسات الإعلامية العربية وصلت قيمتها السوقية إلى 1.5 بليون، كان الرقم بالنسبة لنا هذا رقم كبير، والعائد السنوي 800 مليون دولار كان رقم جدا مهيب. لكن عندما وقارنا بالقوة الناعمة التي موجودة الآن في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية، فيلم واحد العائد له يتجاوز المليارين. نعم. العملية معادلة تحتاج تشخيص لإيجاد الحل المناسب. كما أكد سعادة وزير شؤون الإعلام أن سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مثال يحتذى به في التأثير من خلال تواصله المباشر مع الإعلام. اللاعبين الأساسيين اليوم في الإعلام ليسوا فقط هم المسؤولين عن هذا القطاع، كل رجل دولة الآن مسؤول أن يكون لاعب أساسي في هذا القطاع الهام. من يبتعد عن الإعلام سيؤثر على القطاع نفسه وسيؤثر حتى على صورة البلد. أنا عندما أتحدث عن التأثير
اللي اسمح لي سمو الشيخ محمد بن راشد هو أحد صناع التأثير في المنطقة من خلال تعامله المباشر مع الإعلام. نحن بحاجة إلى تعزيز هذه الثقافة. أي مسؤول الآن يبتعد عن الإعلام هو خسارة للدولة نفسها، هو إعطاء صورة غير صحيحة عن أي مشروع يقام. وشدد سعادته على أن الإعلام الحكومي يعد مرآة للمجتمع. لدينا خصوصية يجب أن نحافظ عليها من خلال إعلامنا، أما وسائل التواصل الاجتماعي فهي تعكس ثقافة الشخص نفسه، لا تعكس ثقافة الدول. الإعلام الحكومي يعكس ثقافة مجتمع، ففعلا إعلام يجب أن يكون مسؤول. إضافة إلى ذلك، إذا ذكرنا في موضوع المعلومة، ما زال الإعلام الحكومي هو الأكثر حرصا على المصداقية. وأشار سعادة وزير شؤون الإعلام إلى أهمية تعزيز ثقافة الوعي في التعامل مع الإعلام. الإعلام الغربي سبقنا في تعزيز ثقافة التواصل مع الإعلام فقط. لا يحمل المسؤول عن قطاع أو أي مؤسسة إعلامية، بالعكس، اليوم لو تسألين الأخوة والأخوات المسؤولين عن الإعلام كلهم في حاجة للمعلومة، لكن المعلومة أين يجدها؟ يجدها عند المسؤول عن هذه الإشكالية أو عن هذا المشروع. إذا كان هذا المسؤول ما زال يعتقد بأن هناك نحتاج مزيد من الوقت، نحتاج أن نكون حذرين في التعامل مع الإعلام، فلذلك تخلف الإعلام العربي نتيجة عدم وجود هذه الثقافة. كلنا نعي حجم التحديات، ولكن ما زال التشخيص تشخيص عام. الإعلام يحتاج تشخيص كل حالة على حدة لوضع العلاج. أكبر مشكلة، وأنا ذكرتها في أكثر من مرة، الاستعانة بشركات أجنبية لتشخيص وضعنا الحالي غير مجدية. نحن لدينا خصوصية، لدينا ثقافة يجب من خلالها نعالج الإشكالية. أنا من وجهة نظري الشخصية أن أهم حل لإشكالية الفوضى الإعلامية الموجودة هو طريقين: تعزيز ثقافة الوعي بالتعامل مع الإعلام من الطالب في المدرسة من خلال مناهج تربوية تعزز هذه الثقافة، إلى أي مسؤول في الحكومة يعي أهمية التواصل مع الإعلام. النقطة الثانية، بأن الآن هناك من الإعلاميين نفسهم من يطالب بتنظيم هذه القطاعات من خلال قوانين جرائم إلكترونية، من خلال قوانين الصحافة، بعد أن كان الإعلامي يعترض على أي قانون يعتقد هو أنه يقيد حريات. الآن هم من يطالبون بتنظيم هذا العمل، فنحن نحتاج تنظيم وتعزيز ثقافة التواصل مع الإعلام. وتناولت الجلسة واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالأوضاع العربية والدولية الراهنة.